السلام عليكم، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. وقعت سلسلة انفجارات في محيط مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. وقعت هذه الانفجارات بعد سماع صفارات الإنذار المتكررة بسبب تحليق طائرات مسيرة انتحارية فوق المدينة وضواحيها. وأثق شهود عيان الانفجارات في مناطق مختلفة من أطراف المدينة مع الإبلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من أحياء خاركيف، كما تم رصد مسيرات انتحارية في مقاطعات أخرى. وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت السلطات عن إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة خلال 4 أيام. وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرجي بوبكو، الذي أكد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من التصدي للهجوم. وأعلن الجيش الأوكراني أنه هاجم منشأة لتخزين النفط في منطقة روستوف الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. كما ذكر أنه استهدف مستودعا للنفط في منطقة كيروفا، مستودعا للمدفعية بمنطقة فورونيغ في روسيا. أعلن الجيش الأوكراني كذلك اليوم الخميس ارتفاع عدد القتلى والجرحى من الجنود الروس منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022 إلى نحو 612,390 جنديا أوكرانيا، بينهم 1200 قتيل وجريح خلال 24 ساعة. مشاهدينا الكرام، حول التطورات في المشهد ومشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أرحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب دكتور يحيى الخربطلي الأكاديمي والخبير بشأن الأوكراني. دكتور يحيى، تحية لك. مساء الخير دكتور يحيى. كيف تبدو الأوضاع في أوكرانيا بعد تصعيد تركيا، عفوا روسيا، هجماتها وقصفها على المناطق الأوكرانية المختلفة؟ بالواقع هذا التصعيد ليس اليوم فقط، وإنما كما تدرك وكما قلت في النشرة أو في بداية الخبر بأن أوكرانيا تتعرض لقصف روسي من 4 أيام، لقصف روسي مكثف سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة. بالتالي هذا لم يكن تصعيدا اليوم، وإنما كما هو من سابقات من الأيام، يستمر هذا القصف ويستمر الإرهاب الجوي الصاروخي الروسي مع الشعب الأوكراني. بالطبع بما أن يعني كما تعلم بأن المعركة في كورسك هي التي خلت روسيا تقوم بهذه الأعمال العدائية أو تكثفها بالأحرى بسبب سخطها من التصرف الأوكراني في هذه المنطقة. ويعني خلال هذه ال4 أيام الأخيرة يوميا تنطلق صافرات الإنذار الجوي التي تعلم بالخطر الجوي، وتحديدا في يعني انا بما اني اسكن في مدينه كييف، فبالتالي هذه الصفارات الانذار اسمعها دائما خلال النهار او خلال الليل، ونسمع اصوات الانفجارات نتيجه تصدي الدفاعات الأوكرانية لهذه الطائرات المسيرة. وكما ذكرت، معظم هذه الطائرات المسيرة يتم اسقاطها من قبل القوات الأوكرانية، أما هناك بعض الصواريخ أحيانا تصل، طبعا من الصواريخ الفرد صوتية ممكن أن تصل إلى أهدافها، لكن وعدا عن ذلك يجب أن أقول هنا أو أذكر أو ألمح بأن العاصمة كييف وضواحيها هي أكثر يتواجد فيها الكثير من الدفاعات التي تحمي هذه المنطقة، تحمي العاصمة من طبعا من الهجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ. أما المناطق الثانية فهي قليلة الدفاعات، فبالتالي تصل يعني أكثر ما يصل من هذه الصواريخ إلى المناطق الأخرى. كما لا ننسى بأن روسيا بدأت تستهدف حتى المناطق الغربية والتي هي بعيدة كل البعد عن شرق أوكرانيا، والتي يعني لم تشارك أو لا بإطلاق الصواريخ ولا بإطلاق الطيارات المسيرة إلى الأراضي الروسية، ولكن ومع ذلك تحاول روسيا دائما استهدافها وضرب البنية التحتية للطاقة في هذه المناطق. الآن نحن نعيش فعلا خلال 4 أيام الأخيرة نقص في الكهرباء حاد،
وهناك حالات طارئة لقطع التيار الكهربائي. مثلا اليوم قطع الكهرباء، التيار الكهربائي من الساعة 6 صباحا وحتى 12، وبعد ذلك أعطونا 3 ساعات، والآن من جديد، وأنا الآن أستخدم طبعا الطاقة البديلة للكهرباء الرسمي. فبالتالي هذه بغض النظر عن تصدي القوات الأوكرانية للطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، ولكن بعض الأحيان تصل هذه الصواريخ وهذه الطائرات إلى أهدافها. وكانت يعني في اليوم الأول قبل 4 أيام استطاعت الطائرات، أو بالأحرى الصواريخ الروسية، من تدمير 15 نقطة تخزين وتوزيع الكهرباء في العديد من المناطق الأوكرانية، وهي لازالت يعني ليس فقط قبل 4 أيام، ولكن تستمر روسيا في استهداف المراكز الحيوية أو البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.